طيب دلوقتي الروم دي عبارة عن ايه؟ الروم دي اولا اختصارها هو عبارة عن read only memory. الروم دي عبارة عن memory device كده بيبقى فيه شوية information، الانفورميشن دي ما بتتغيرش. يعني دلوقتي في ديزاينر بيجي يعمل الروم دي بيحط فيها information بتفضل permanent دايما، وبتتحط بشكل معين يناسب الباترن او الـ الباترن اللي احنا عاوزينه او اللي الجهاز ده محتاجه، تمام؟ فاول ما الباترن ده بيتعمل والانفورميشن دي بتبقى محطوطة، الروم دي بتفضل شغالة او الداتا دي بتفضل موجودة طالما الجهاز شغال. اول ما اقفل الجهاز الروم دي بتقفل، تمام؟ طيب ولما اجي افتحه تاني الروم دي تشتغل. ده فكرة الروم. الروم ليها اكسبريشن بتاعها اللي هو 2 باور كي في ال n. التو بيبقى فيه بلوك كده، مثلا البلوك ده بيدخل له كذا انبوت، الانبوتس اللي بتدخل له دي هي الكي بالنسبة لي، كي انبوتس. هي مش انبوتس لان انا ما بدخلوش حاجة، لكن الانبوتس بالنسبة لي عبارة عن ادريس ميموري، ادريس انا بعرفه انا عاوز ايه بالظبط من الميموري، من الميموري دي. طيب ايه هو الان؟ الان دي هو الاوت، ان اوت، تمام؟ طب انا بعرف الاوتس ازاي؟ عن طريق الان. كل كي او كل انبوتس مثلا دخلت له 0 و1 0 و1 مثلا، هو كده عارف انا عاوز اني ادرس ميموري، فعن طريق الادرس ميموري ده هيخرج لي الاوتبوت اللي على الادرس ده، تمام؟ طيب امال ايه هي الان باور كي دي؟ الان باور كي دي عباره عن دي الوردز. الوردز دي كل وورد منها متخزن في اوتبوت لادرس معين، يعني كل وورد محطوطه على ادرس من الادرس بتاعت الكي او بتاعت الانبوتس يعني. طيب دلوقتي انا محتاج حاجه، محتاج ان انا اعرف لما يديني مثلا يقول لي الروم، الروم دي والله هي عباره عن 32 في 8، انا استفدت ايه؟ أولا ال 32 دي كلنا عارفين إن هي 2 باور 5. طيب استفدت منها إن أنا أعرف ال internal structure بتاعة الروم عبارة عن إيه؟ إن أنا أترجم كل رقم من دول بيعبروا عن إيه؟ فأول حاجة لازم أعرف إن الروم دي فيها 32 وورد، كل وورد منهم 8 بت اللي هو دي. يبقى دلوقتي الرقم اللي هو الصغير ده بيعبر عن حجم كل وورد من الوردز دي، أول رقم بيعبر عن الوردز وتاني رقم بيعبر عن كل وورد بتتكون من كام بت، تمام؟ طيب تاني حاجة مفروض أعرفها إن من الشكل ده أعرف إن أنا هدخل له 5 input، وكل input دي بالنسبة لي هي عبارة عن بتعبر لي أو جواها، يعني كل input بدخله أو كل ال inputs دي بتطلع لي numbers من 0 ل 31. ده محتاج أبقى عارف. طب ال internal بقى، ال internal structure نفسها، ال ROM اللي هو عبارة عن 2 باور 5 مثلا في 8، ده بيبقى عبارة عن حاجة، هو عبارة عن بلوك كده، صح؟ البلوك ده بيدخل له inputs، الانبوتس بالنسبة لي اهي الانبوتس دي احنا اتفقنا ان هما 5، دول 5 انبوت، تمام؟ بيدخلوا على ايه؟ بيدخلوا على ديكودر. الديكودر ده بالنسبة لي بيبقى حجمه دلوقتي اول رقم في الاكسبريشن ده 2 باور 5، يبقى الديكودر ده 5 اللي هما الانبوت، وبيخرج لي ال 2 باور 5. دلوقتي انا دخلي الانبوتس بتاعتي على ديكودر، طب اي ديكودر بيعمل ايه؟ بيطلع لي الانبوتس دي على ميد تيرمز ام نوت لغايه ام 31، صح؟ من اول 0 ل 31. طب الانبوتس دي بقى بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها ان انا دلوقتي انا جبت الادرسز، الميد تيرمز دي بتعبر عن كل ادرس. دلوقتي كل انبوتس دخل
فدخلنا مثلا 0 0 0 كلها صفار، يبقى انا بعبر عن الاملو. يبقى انا دلوقتي معناها كده ان انا عاوز الداتا اللي على الادرس 0 اللي هو الميدترم 0 بالنسبه لي. طب انا هطلعها ازاي في صوره 8 بتس؟ فمن هنا تاني طلع ان البلوك ده بيخرج منه الانبوت، يعني احنا هنخرج مثلا الانبوت هنا دول 8 8. طب هيخرجوا ازاي التمانية دول؟ التمانية دول هيخرجوا على OR gates. طب ال OR gates دي هتتوصل بإيه؟ هتتوصل بالداتا اللي هي ال32 دول، كل OR gate هيدخل عليها 32 لاين. فال OR gates دي هيدخل عليها اللاين بيعدي بكل اللاينز دي، بحيث إن هي تبقى داخل لها 32 input وخارج منها إيه؟ A نوت بقى لغاية A7. وبالشكل ده كل الـ inputs دي، كل الـ gates دي هيدخل عليها 32 input. طيب من الشكل ده اتضح ايه؟ اتضح ان انا الـ output بتاع الـ gate دي اللي هو الـ A نوت، اللي هو بالنسبة لي الـ output بتاع الروم، تمام؟ بيعبر يعني تعبيرا مجازيا كده ان هو بيدخل لها 32 لاين. بقى كل الجيت عبارة عن إن أنا بدخل لها 32 input تخرج لي output 1، تمام كده. وبالشكل ده يبقى أنا عندي كام internal connection جوه؟ عندي ال 32 في 8 جيت اللي هم كام؟ اللي هو 256. فيجي السؤال اللي بعده، إزاي هعمل التوصيلة دي؟ تمام. وقبل ما اعمل التوصيله دي كده، انا استفدت ان هو من الرقم الاولاني ده بعرف الديكودر اللي هو الباور ده مثلا بيكون كي، يبقى الديكودر اللي انا عاوزه كي في 2 باور كي، وده اللي هو الان، يبقى انا عاوز ان او كي، تمام. وكل جيت بيبقى ليها انبوتس عددها 2 باور كي اللي هما الميد تيرمز بتوع الديكودر، الاوتبوتس بتاعت الديكودر، تمام كده. يبقى احنا نشوف بقى الكونكشن دي هتتعمل ازاي. الكونكشن دي بتبقى بروجرامبل. يعني ايه بروجرامبل كونكشن؟ يعني دلوقتي انا عشان اعمل كونكشن بين تو لاينز، تمام، بتبقى عباره عن كانها ايكويفالنت ان هي اما اوبن اما كلوز. لو كلوز يبقى انا كده كونكتد، طب لو اوبن يبقى دي ديسكونكتد. طيب البروجرامبل انترسكشن دي بتسمى بالكروس بوينت. بوينت انا بعمل لها كروس كده، وبستخدم اشهر، يعني او اشهر حاجه بستخدمها عندنا اللي هو الفيوز. ايه هو الفيوز؟ الفيوز ده بيبقى ليه عباره عن سيجنال جواه، السيجنال دي فيها بلس، البلس ده بيبقى هاي فولتج بلس. عن طريق الهاي فولتج بالس دي بحدد يا اما هو اوبن ولا كلوز، تمام كده. فانا كده عرفت ازاي هقدر اوصل التوصيلات بتاعتي. طيب دلوقتي جه فكره ان انا، طب انا هعرف منين الاوتبوت، او هعرف منين ان الانبوت الاولاني اللي هو مثلا بيعبر لي عن 1000 اللي هو الميدترم الاولاني، يعني انا خدت الادرس اللي على الميدترم الاولاني. طب الميدترم الاولاني ده فيه داتا عامله ازاي، والداتا بتاعت المترمز التاني، وكل الانبوت او كل الادرسز دي عليها داتا عامله ازاي. فمن هنا برضو انا هبدا اعرف الحاجات دي عن طريق تروث تيبل لازم الديزاينر يكون عامله، يعرفني فيه كل انبوت هيطلع لي اوتبوت شكله عامل ازاي. فيجي هنا دور ان انا دلوقتي، طب انا دلوقتي لو دخلت لي الانبوت اللي هو 0 0 0 اللي هو المترم الاولاني، خرج لي اوتبوت عباره عن 1 0 1 0 مثلا. يبقى كده انا الديكودر لما بيخرج الام نوت من الديكودر، تمام، ده الديكودر اهو والانبوتس بتاعته، ده الام نوت. الام نوت طبعا بيبقى متوصل بان اور جيتس، تمام، كلهم اور جيتس. طيب يبقى انا دلوقتي لما اعرف ان الاوتبوت عباره عن 1 0 1 0، يبقى انا دلوقتي ده عباره عن كروس، ده مش هعمل له كروس يعني مش متوصل، ده هعمل له كروس، ده مش هعمل له كروس. يبقى انا اول ما اديله الاوتبوت اللي هو الانبوت اللي هو 0 0 كلها صفار، يبقى ده من الترم الاولاني. يبقى الترم الاولاني هيبقى 1،
وبقية الميدتيرمز كلها أصفار، تمام؟ ده احنا عارفينه عادي. يبقى الميدتيرم الأولاني عليه داتا عاملة ازاي؟ عليه 1 0 1 0، فكل 0 معناه إن مفيش كونكشن، في 1 يبقى في كونكشن. يبقى بالشكل ده الأوتبوت ده هيطلع لي بواحد، وده هيطلع لي بزيرو، ده هيطلع لي بواحد، ده هيطلع لي بزيرو، تمام؟ فده فكرة الكونكشنز اللي المفروض نبقى عارفينها برضه. طيب كده تقريبا قلنا كل حاجة يعني عن الفوم أو بيشتغل إزاي. طيب دلوقتي من الرسمة دي مثلا كان الفكرة كلها إن أنا عاوز إزاي أعرف إن هي 32 في 8 روب. يعني هنحلل الرسمة دي بالكلام اللي إحنا قلناه، فهنلاقي إن دول مثلا 5 input، ده معناه إن الروم دي هتاخد 5 input، هتعبر لي على الأدرس اللي هما هيكون عندي كام أدرس، هيبقى 2 باور 5 اللي هما 2 باور 5 وورد. كل input معين من بالخمسة بيتس دي هتعبر لي على midterm من 0 ل 31. كل midterm بالنسبة لي هو address للميموري، تمام؟ طيب كل الميدترمز متوصلة على أور جيت، كام أور جيت؟ 8 أور جيت، تمام؟ كل أور جيت متوصلة ب 32 إنبوت، وده اللي إحنا كنا بنقوله. فلو أنا عاوز أحول ده لشكل أو الإكسبريشن بتاع الروم، هيبقى عندي 2 باور 5، الباور ده اللي هو بيكون عدد الإنبوت، في 8 اللي هم عدد الأور جيتس. ده كان سؤال من ده كده كان فكرة إن إحنا إزاي نحلل السؤال ده. الصورة دي مثلا كانت بتتكلم بقى إزاي أعرف الباترن أو الإنفورميشن اللي متسجلة على كل أدرس من الأدرس. فهنا برضو دول 5 input، وده احنا بنتكلم على 32 في 8 روم برضو. كل input من دول من 5 بيمثل لي مترم معين، فلو دخلت كل صفار يبقى انا قاصد ال M note، يبقى بالتالي كل المترمز بزيرو، يبقى المترم من نوت هو ايه اللي بواحد والباقي كله بزيرو. فهنا مثلا المترم الاخير اللي هو عبارة عن 31 بيمثل لي output شكله عامل 0 0 1 1 0 0 1 1. كل واحد ده معناه ان انا الأور جيت اللي هي الأور جيت رقم 4 مثلا بالنسبة لي هتبقى متوصلة بالميدترم رقم 31. طيب بالشكل ده مثلا هنيجي عند نيجي نقلب ال نيجي مثلا نشوف الرسمة بتاعتها اهي، فهنلاقي فعلا ده اللي حصل. الميدترم اللي هو لما يكون الميدترم الانبوت كلها بزيرو، يبقى انا قصد الميدترم ده، يبقى معناه إن اللاين ده كده ب1 والباقي كله ب0. طب الميدترم لما يكون أنا قاصد الميدترم الأولاني الأدرس ده، يبقى أنا هحاول الأور جيت أو الإنبوت راك الأوتبوت اللي هو A7 هيبقى متوصل فعلا بواحد. طيب الأوتبوت اللي هو A6 هيبقى 0، كل اللي معمول له كروس اللي هو الوحيد، فكل واحد في الأوتبوت باجي عند الميدترم بتاعته والاور جيت الرقم بتاعتها او البيت بتاعتها بعمل لها كروس. طب وكل الاصفار ما بعمل لهاش كروس، زي ما احنا شايفين كده، هنا ما فيش كروس، هنا في كروس، وهكذا. فلو عايزين نرجع نبص تاني على انبوت معين، مثلا الانبوت ده اللي هو التلاتة، فبيمثل ايه؟ 1 0 1 1 0 0 1 0. فنيجي نبص هنا هنلاقي فعلا الانبوت اللي هو الاوتبوت الميدترم التالت هيبقى 1 0 1 1 0 0 1 0. ده معناه ايه؟ معناه ان انا لما ادخله فعلا الباينري اللي بي equivalent للتلاتة اللي هو 1 1 0 0، هيحصل ايه؟ هيبقى انا قاصد الميدترم ده، يبقى كل الميدترمز دي بالنسبة لي ملهاش لازمة، يبقى انا الميدترم ده اللي انا عاوزه، يبقى الميدترم ده بالنسبة لي بواحد. طب والباقي بصفار؟ طب الاوتبوت بتاعتي كده كل ده بواحد، كل اللي بعمل له كروس بينزل على الاور جيت بتاعته بواحد. فلقينا ان ده واحد هنا ما فيش، يبقى ده زيرو، هنا في 1 1 1 1 0 0 1 0
وهو ده فعلا الانبوت او ده الاوتبوت اللي موجود هنا، فده اللي احنا محتاجين نبقى عارفينه عن الاشكال. طب لو عاوز اعمل implementation معين، هنا هو ما كانش عاوز اي حاجة غير ان انا بس ان انا لما ادخل له الباينري اللي بي equivalent لزيرو يطلع لي output من 6 بت، ويطلع لي قيمتها بزيرو برضه. فلما جيت عملت true table لقيت فعلا ان البي نوت ده هو الاي نوت، فالاي نوت ممكن اوصله واطلعه بي نوت كده زي ما هو. البي 1 مثلا كله بزيرو، لان انا كده كده ده مش هستخدمه في اي حاجه، فوصلته بزيرو على طول. طب الباقي، الباقي هيبقى 3 انبوت، وبيطلع لي كام انبوت؟ بيطلع لي 4 اوت. طب واللي جوه هنا المفروض يبقى فيه عندي ديكودر عباره عن 2 8، 8 دول كلهم متوصلين بكام اور جيت؟ متوصلين ب4 اور جيت. كل اور جيت بيطلع لي مثلا ب2 او ب5، هنا ب4، ب2 لغاية ب2، كلها كده اور جيت. يبقى انا عندي 4 اور جيت، عندي 3 انبوت، عندي كام وورد؟ 2 باور 3 وورد، اللي هم كام انبوت؟ كام انبوت داخل على كل اور جيت؟ برضو نفس عدد الميد تيرمز بتاعت ال نفس عدد الاوتبوت بتاعت الديكودر، اللي هو 2 باور كي، اللي هو 2 باور 3. ده كل اللي احنا محتاجين نبقى عارفينه عن الروم وبس كده. يا رب يكون بفايدة ان شاء الله وتبقوا فاهمين كل حاجة.